بطولة دراري نط مع جمعية جيل جديد اللي درت لكم في آخر فيديو مع الأبطال اللي أنا صورت معاهم. كاين واحد المشكل صغير دري في لاشين ديالنا اللي هو نوتيفيكاسيون مكوصلوش لي زابوني. أي واحد تفرج دري في الفيديو بارطاجي مع صاحبه باش يعاود عاوتاني يرجع ليه النوتيفيكاسيون وهاد المشكل كيتحل الدراري. يلا بيس ليكم الدراري. تما معنا سؤال رجولة الدراري بيت الرجولة بيس ليكم انت في الرجولة فؤاد فؤاد يحيى فؤاد يحيى فؤاد يحيى اه فؤاد السلام عليكم خوش، معكم محمد حلوي من جيج أزمون. جينا شاركنا أول تجربة ليا في مانتيزي وشكرنا الحمد لله سابع الحمد لله دازت بشي تجربة أول تجربة بسنة تبيجة بس من الأولين لأول مرة دازت بسنة تبيجة كيفية شي مجربين وداخلين لكي عميد وبطل كبير عميد كلمة دراري تفضلوا معك ايوا كنشكر بعدا اول حاجه كنشكر الجمهور اللي جا كنشكر المشجعين وهاد المباراه دازت في مدينه جيد حضور جيد الحمد لله جاو الابطال الاول الابطال مغاربه الكبار وكل شيء مشى فرحان تظاهر داز في المستوى مبين الحمد لله وكل شيء داز بخير وعلى خير.
كنشكر كاع اللي جا حضر معنا هنايا وكاع اللي جا فرح معنا وفرح الابطال الصغار في عمايا. كنشكر جميع الابطال وعلى راسهم الاستاذ رئيس والحكم الوطني الناصري وجميع الابطال كامل اللي حضروا معنا. تحيه لرئيس الجامعه السيد خالد الراحي اللي تا هو بالدور ديالو حدانا واحد الجائزه رمزيه. كنشكرو بزاف من المناسبه والحمد لله راه كلشي داز بخير وعلى خير. والسلام عليكم. تحيات رشيد. الوجبه ديال دابا البيضه ضربت وجبه دابا وجبه.